ويقول حفظك الله: وهل الأثر الذي ورد وهو يقول هل الأثر الذي ورد كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت من النياحة هل هو ضعيف؟ لا، حديث صحيح جرير بن عبد الله، حديث صحيح. فلا يجوز عقد اجتماع وصنعة الطعام من أهل الميت، هذا من النياحة. أما أنه يصنع لأهل الميت طعام بقدر حاجتهم هذا سنة. نعم.